بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 13. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نلتقي في هذه الليلة المباركة لنواصل الدروس في مثل هذه الأيام كما كان سابقا والحمد لله. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن العلم والعمل قرينان لا يفترقان. فإذا وجد العلم بدون عمل فإنه لا فائدة فيه، بل يكون حجة على صاحبه. وإذا وجد العمل بدون علم فإنه ضلال ولا ينفع صاحبه شيئا. فلا بد من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه بالهدى ودين الحق، لم يبعثه بالهدى فقط ولم يبعثه بالدين فقط، وإنما بعثه بالأمرين، الهدى ودين الحق. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي اختاره الله لعباده ورضيه لهم، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي لنا الإسلام دينا وأخبرنا أنه أكمله، أنه أكمل الإسلام ولم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الإسلام بشرائعه وأحكامه. فمن جاء بزيادة، من جاء بزيادة على هذا الإسلام يتقرب بها إلى الله فهي مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذين يأتون بالبدع والمحدثات يتقربون بها إلى الله بزعمهم، هؤلاء زادوا على الإسلام شيئا ليس منه. والإسلام لا يقبل الزيادة، لا بد أن يكون الإسلام على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمله عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل الله هذا الدين، فلم يبق لأحد زيادة يأتي بها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
من جاء بزيادة فهي مردودة لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الإسلام، الله شهد له بالكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. فالذي لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعده دينا أبدا. وهذا الإسلام أمرنا الله جل وعلا أن نتمسك به إلى الممات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من مات على غير الإسلام فإنه من أهل النار، ومن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. ولهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم للإنسان به من خير أو شر. فمن مات على الإسلام فإنه يكون من الفائزين من أهل الجنة، ومن مات على غير الإسلام فإنه يكون من الخاسرين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما أن الله وصانا بأن نموت على الإسلام، كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق أوصيا ذريتهما أن يموتوا على الإسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إبراهيم ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الإسلام بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أركان، كما في حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمسة هي أركان الإسلام، ليست هي كل الإسلام. الإسلام كثير، عبادات كثيرة، طاعات وقربات كثيرة، لكن هذه الخمسة هي أركانه التي يقوم عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. في حديث جبريل
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، ذكر هذه الخمسة. وفي حديث ابن عمر بيّن أن هذه الخمسة هي أركانه التي يبنى عليها، وما زاد عن هذه الخمسة من الطاعات فإنه مكمل لها. هذه الخمسة أولها الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الأساس الذي تبنى عليه بقية الأركان. هذا الركن الشهادتان هو الأساس، فلا تصح الصلاة إلا بعد تحقق الشهادتين، ولا يصح الزكاة إلا بعد تحقق الركن الأول وهو الشهادتان، ولا يصح الصيام إلا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو الشهادتان، ولا يصح الحج إلا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو الشهادتان، ولا تصح جميع الأعمال إلا إذا صح الركن الأول. شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ليس معناها أن تعبد الله فقط، بل لا بد مع عبادة الله أن تترك عبادة ما سواه. فالذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مشرك، لم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فجميع المعبودات التي تعبد مع الله باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا تصح عبادة الله إلا مع الإخلاص، وهو ترك الشرك الأكبر والأصغر، بأن تخلص أعمالك وعباداتك لله، لا تجعل منها شيئا لغير الله، فلا تدعو غير الله، ولا تستغيث بالأموات والمقبورين، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تطف إلا ببيت الله العتيق، لا تطف بالقبور والأضرحة، لا تذبح للأموات، لا تنذر للأموات، لا تستغيث بالأموات وتدعو الأموات. فإذا فعلت ذلك فإنك لم تشهد أن لا إله إلا الله، وإن تلفظت بها بلسانك، تلفظ باللسان ما يكفي، لا بد من العمل الموافق لما تلفظ به لسانك، أن تقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قلت هذا يجب أن تخلص جميع أعمالك لله عز وجل، فإن صرفت منها شيئا لغير الله فإنك لم تشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، لم تشهد حقيقة، وإن تلفظت بها بلسانك فقد ناقضتها بأفعالك وأقوالك. فليس لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان،
بل لفظ له معنى وله حقيقة. أنت اعترفت أنه لا إله إلا الله، كيف تتخذ آلهة أخرى وأن تقول لا إله إلا الله؟ هذا تناقض، هذا تناقض. فلا بد إذا قلت لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله أن تخلص العبادات كلها لله عز وجل، فلا تعبد أحدا غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، الدين هو الدعاء، سماه دينا لأنه أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. فإذا دعوت غير الله فقد هدمت الشهادة التي شهدتها وقلت أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظوا هذا، لأن كثيرا ممن يتلفظون بلا إله إلا الله يناقضونها ويبطلونها بعبادة غير الله عز وجل. وأما شهادة أن محمد رسول الله، أنت تعترف أن محمدا رسول الله، فإذا اعترفت بذلك وجب عليك أن تتبعه، أن تتبعه وأن تطيعه وأن لا تخالف أمره، وإلا فما معنى شهادة أنه رسول الله؟ إذا كنت تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه فأنت لم تشهد أنه رسول الله. إذا أطعت غيره وعصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة لم تشهد أنه رسول الله، لأن الذي يشهد أنه رسول الله يجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال عليه وقال جل وعلا وإن تطيعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، قال جل وعلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا شهدت أنه رسول الله فإنه يجب عليك أن تطيعه. ولهذا يقول العلماء في تفسير أشهد أن محمد رسول الله، يقولون طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد تعبد الله إلا بما شرع. كذلك من معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا تعمل عملا إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه، وما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فابتعد عنه لأنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا معنى شهادة
أن محمد رسول الله، أن تتبع وتقتدي به عليه الصلاة والسلام. أما إذا اتبعت غيره واقتديت بغيره في العبادات فإنك أبطلت شهادتك أنه رسول الله. ليس أشهد أن محمد رسول الله مجرد لفظ يقال باللسان، أنت تشهد أنه رسول الله، فلماذا لا تطيعه؟ لماذا لا تتبعه؟ لماذا لا تجتنب ما نهاك عنه؟ على الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تنفي الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تنفي البدع والمحدثات. فإذا أردت أن تحقق الشهادتين فأخلص العبادة لله وتجنب الشرك، وإذا أردت أن تحقق شهادة أن محمد رسول الله فاجتنب البدع والمحدثات، واجعل قدوتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. إذا أردت الجنة فاتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا لم تتبعه فأنت من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا واضح، واضح جدا. فالعلماء والأئمة إنما يطاعون ويتبعون إذا كانوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم ومقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من كان منهم مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطاع ولا يتبع، إنما يتبع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعرف هذا الأصل العظيم، وإلا فإن عباداتنا كلها لا تصح. إذا لم نحقق الشهادتين فإن عباداتنا لا تصح، أو تكون ناقصة لا تنفع نفعا كثيرا. فلا بد من المسلم يعرف معنى الشهادتين: شهادة أن محمد رسول الله، أن شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. لا يكون الإنسان يتلفظ بألفاظ وهو ما يعرف معناها، أو يعرف معناها لكن لا يعمل به. الدين إنما يقوم على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل من الأعمال إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيه شرك، والشرط الثاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة أو ضلالة. وليس هناك طريق إلى الجنة إلا هذا الطريق.
من كان يريد الجنة فليسلك هذا الطريق، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما وعملا ونية وقصدا. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيجب أن نعرف هذا ونكون في هذه الليلة نقتصر على معرفة الشهادتين. كل منكم يفكر في معنى الشهادتين ويستحضر هذا الكلام الذي قلناه ويطبقه على نفسه وعلى أعماله، فإن كان على صواب فليحمد الله وليتزود من الخير، وإن كان على خطأ فإنه يتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والمسلم إذا تبين له الحق بادر إلى الأخذ به وفرح به. الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه. الحمد لله، الحق واضح بين أيدينا، كتاب الله، وبين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء الذين يدعون إلى الله ويبصرون بالطريق الصحيح. نحن لا عذر لنا إذا أهملنا أو قلدنا فلانا وعلانا دون بصيرة. أنت لا تتبع إلا من هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر في هذا الذي تتبعه، فإن كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، أما إن كان مخالفا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تستمر معه، بل ارجع إلى الحق وإلى الصواب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إلى قوله تعالى: ولتتبروا ما علوا تتبيرا، ولتتبروا ما علوا تتبيرا، الآيات من 4 إلى 8؟ وهل بنو إسرائيل المذكورون في الآية لهم صلة بيهود اليوم؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هؤلاء هم أولاده الأسباط، أولاده الأسباط، ذرية الأسباط، وهم على في الأصل على دين موسى عليه السلام، هم في الأصل على دين موسى عليه السلام، وكتابهم هو التوراة، وكانوا في الأصل مستقيمين على طاعة الله، ولكن دب فيهم التغيير والتحريف من عهد موسى عليه السلام. حصل عندهم عبادة العجل والشرك، وحصل عندهم بعد موسى
أن حرفوا التوراة وغيروها فهم بنو إسرائيل. قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، قضينا إليهم أخبرناهم ماذا سيحصل لهم، أنهم سيتغيرون ويحصل منهم إفساد في الأرض مرتين. المرة الأولى لما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم المجوس، سلط عليهم المجوس بقيادة بخت نصر فقاتلهم واستحل ديارهم واستحل المسجد الأقصى، ثم إنهم تابوا ورجعوا فأعاد الله لهم النصر، ثم إنهم عادوا إلى الإفساد، عادوا إلى الإفساد فعاد عليهم العدو وهجم عليهم ودمر ما بنوه. وما ثم المرة الثالثة وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا، هذا تهديد من الله لهم في آخر الزمان سيحصل منهم إفساد للمرة الثالثة، فيسلط الله عليهم المسلمون المسلمين كما صحت بذلك الأحاديث، فيهزمونهم شر هزيمة. حتى إذا توارى اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فإنه يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وإن عدتم عدنا، الله جل وعلا يهددهم أنهم كلما عادوا إلى الفساد في الأرض فإن الله يعود عليهم بالنقمة والعقوبة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل تصح الصلاة صلاة التراويح؟ هل تصح صلاة التراويح جالسا لمن كان مريض؟ يقول هل تصح صلاة التراويح جالسا لمن كان تعبان أو مريض؟ وهل هذا قول أبي حنيفة؟ صح صلاة التراويح جالسا؟ نعم النافلة تصح من الجالس حتى ولو كان غير مريض، ولو كان قويا تصح النافلة من الجالس. أما الفريضة لا تصح إلا بالقيام لأنه ركن من أركان الصلاة ألا في الفريضة، ولا يجلس إلا لمرض. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا في الفريضة. أما النافلة فإن صلاها قائما فهذا أفضل، وإن صلاها جالسا فلا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي صلاة الليل وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، جئنا من سوريا واعتمرنا بحمد الله، فأيها أثوب بعد ذلك الطواف وقراءة القرآن في الحرم الشريف أم تكرار العمرة في كل يوم؟ لا، الأفضل أن تبقوا في المسجد الحرام، تعتكفوا في المسجد الحرام في هذه الأيام المباركة، تصلون فيه الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، وتطوفون بالبيت وتقرؤون القرآن، تذكرون الله وتعتكفون. البقاء في الحرم في المسجد الحرام عبادة، الجلوس فيه عبادة،
إذا نويت بذلك الأجر والثواب، هذا أفضل من تكرار العمرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: امرأة تتناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية في سفرها لتأدية العمرة وفي آخر وفي شهر رمضان، هل هناك من حرج في ذلك؟ إذا كانت الحبوب لا تؤثر على صحتها فلا مانع أن تستعملها ليرتفع عنها الدم، تتمكن من أداء العمرة ومن الصيام في رمضان، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: والدي عمره 85 سنة ويشرب الدخان بكمية كبيرة وهو عاجز ويفطر في شهر رمضان، فهل نمتنع نحن عن شراء الدخان له، أم نساير رغبته ونجلب له الدخان علما بأن الضرر واضح عليه وأصيب في العام الماضي بوعكة صحية أدت إلى عجزه بشكل كبير؟ هذا الدخان آفة ابتلي بها الإنسان، مع أنه يعترف بأن الدخان مضر وأنه خبيث، ما في أحد في العالم يقول إن الدخان من الطيبات، بل كل العالم يقولون إنه من الخبائث وأنه مضر لا فائدة فيه لوجه من الوجوه، فعلى المسلم أنه يتركه، وعلى والدكم أنه يتوب إلى الله ويترك الدخان، انصحوه وبينوا له هذا الشيء، ولا يجوز لكم أن تشتروا له الدخان، لأن هذا إعانة على العدوان وعلى المعصية. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شراء الدخان له تعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية في سبيل تدريس القرآن الكريم، لأنه إذا لم يحلق لحيته فإنه سيوقف من قبل الأوقاف عن تدريس القرآن ويأتي بدله مدرس مبتدع يعلم الطلاب البدع ويعلمه أمور أخرى؟ الواجب على المسلم أن يتمسك بدينه ويتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحلق لحيته لأجل درس القرآن، يرتكب معصية علشان يدرس القرآن؟ لا، ما يرتكب معصية. إن قبلوا منه يدرس وهو يعمل بالسنة الحمد لله، إذا ما قبلوا منه فهو معذور لأنه ما يدرس القرآن، يترك تدريس القرآن. أما أنه يحلق لحيته ويعصي الله فلا يجوز هذا. إن قبلوا منه يدرس القرآن وهو متمسك بالسنة الحمد لله، إذا لم يقبلوا منه فالإثم عليهم هم، لا يدرس القرآن ولا يحلق لحيته. نعم. يقول السائل: إذا جابوا واحد يحلق لحيته يدرس القرآن فالإثم عليهم هم، أما أنت لا توافقهم أبدا ولا تحلق لحيته. نعم. يقول السائل: أريد السفر، فهل أبيت أبيت نية الفطر، وماذا لو ألغيت السفر، وهل جلسة الاستراحة سنة في الصلاة؟ السفر لا يجوز الفطر فيه إلا بعد ما تخرج من البلد، ما دمت في البلد الإقامة، ما دمت في بلد الإقامة فإنك تصوم، فإذا سافرت في النهار خرجت من البلد حينئذ تفطر، لأنك تحقق لك السفر، بعد ما خرجت من البلد تحقق السفر، أما قبل أن تخرج فأنت لم يتحقق لك السفر. نعم. وجلسة الاستراحة الصحيح أنها للمحتاج، من كان يحتاج إليها لثقل بدنه أو لمرضه فإنه يجلس للاستراحة، أما القوي فإنها لا تشرع له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة سنة؟ نعم، من آداب التكبير رفع اليدين، من آداب التكبير في الصلاة
رفع اليدين إلا ما دل الدليل على أن الرسول كبر ولم يرفع يديه، وهو عمل المسلمين. رفع اليدين في صلاة الجنازة هو عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم لبس الجوارب للرجل المحرم حيث يلبسه خشية أن يلمس النساء في الطواف فينتقض الوضوء؟ ما يجوز للرجل أنه يلبس الجوارب على رجليه ولا على يديه، ولا يلبس المخيطات ما دام محرما. وقوله أنه يخاف يلمس النساء، هذا من التنطع، هذا من التنطع والغلو الذي لا داعي له. يتجنب النساء لو ما لبس الجوارب، وإذا قدر أنه لمس امرأة من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول: هل من أنكر الزكاة يلحد يخلد في النار؟ وإذا كان يخلد، هل من أنكر الزكاة يخلد في النار؟ وإذا كان يخلد فيها فكيف وهو ينطق بالشهادة؟ نعم، إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب صيام شهر رمضان، أو أنكر وجوب الحج، فإنه يكفر ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه نقضها بإنكاره لركن من أركان الإسلام. قلنا لكم أن شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقولها الإنسان، بل هي لها معنى ولها مقتضى. الذي ينكر شيئا من أركان الإسلام هذا يكون كافرا، ولا يكون قد شهد أن لا إله إلا الله حقيقة، وإن شهد لفظا إنه لم يشهد حقيقة حتى يعترف بأركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ارتديت ملابس الإحرام وفيها رائحة المسحوق الذي غسلت به، فهل علي فدية؟ لا حرج عليك، الممنوع أنك تطيب بعد ما تحرم، الممنوع أنك تتطيب بعد ما تحرم. أما إذا كان ثياب الإحرام شيء من رائحة الطيب من الأصل قبل أن تحرم وهي موجودة فيها، هذا لا يضر. إنما الممنوع أنك تطيب بعد ما تحرم بثيابك أو ببدنك. نعم. يقول: سألت عن كفارة الظهار فقيل عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، فهل تجب في هذه الموالاة؟ الكفارة الظهار على الترتيب، ما هي على التخيير، وإنما هي على الترتيب. أولا عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، على الترتيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: بفضل الله علي قمت بعمل عمرة لي، وأريد أن أعمل عمرة ثانية لي، فماذا أفعل؟ كما سمعت في الجواب الذي مر، كونك تجلس في المسجد الحرام للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والاعتكاف أفضل من تكرار العمرة لك أو لغيرك. نعم. وإذا أردت أن تنفع غيرك تدعو له، تكثر من الدعاء له والاستغفار له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اضطرب بعض الناس في دخول شهر رمضان في هذه البلاد حيث رؤية الهلال مرتفع في ليلة الثانية من هذا الشهر، فهل يفسر بأن ذلك انتفاخ للأهلة؟ على المسلم أنه يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين، ولا له دخل في الهلال،
إذا صاموا المسلمون في البلد يصوم معهم، وإذا أفطروا يفطر معهم لأنه مسلم. وأما أمر الهلال فهو إلى أهل الفتوى، إلى أهل العلم الموكول إليهم النظر في الأهلة، هم الذين يسألون عن هذا. أما أنت عليك أن تتبع المسلمين، تصوم معهم وتفطر معهم والحمد لله، ولست مسؤولا عن الهلال. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة، علما بأن هناك من يقول أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قبر، فكيف توجيه ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور حماية للتوحيد، لأن هذه الأمور وسيلة من وسائل الشرك. وأما أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا غير صحيح، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، وكانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد، لم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، وبقيت خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أن وخلافة عبد الملك بن مروان، كل هذا والحجرة خارج المسجد، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأراد أن يزيد ويعمر المسجد النبوي أدخل الحجرة، وهذا خطأ لم يوافقه عليه العلماء في وقته، هذا خطأ منه لم يوافق عليه، ولم يكن بفتوى من أهل العلم، أو خطأ من خليفة عفى الله عنا وعنه. ونعلم إن قبر الرسول ليس في المسجد، وإنما هو في حجرة عائشة خارج المسجد، وإنما أدخلت في المسجد خطأ لا يقره المسلمون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار على شخص متوفي؟ نعم. هل يجوز الاعتمار على شخص متوفي وهو قد وصى بمال لأداء العمرة، فكيف يفعل وكيف تكون التلبية عليه؟ نعم، يدفع المال إلى مسلم يعتمر عنه، يعتمر عنه وينفق هذا المال في سفره، يتزود منه في سفره، ينفذ الوصية، لأن هذه وصية صحيحة، ينفذ ويعطى المال لمن يعتمر عنه، وينوي عند الإحرام أن عمره لفلان، ينوي بقلبه أنه يحرم عن فلان، وكل ما أدى نسكا من مناسك العمرة ينويه عن الميت، ينويه عن الميت. والنية كافية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليه. يقول السائل: ما صحة حديث من أشراط الساعة كبار الأهلة؟ نعم، ورد في الحديث انتفاخ الأهلة أو انتفاج الأهلة، نعم ورد هذا، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من علامات الساعة، الله على كل شيء قدير. نعم. بعد التسليم، يقول السائل: بعد التسليم من النوافل كصلاة التراويح، هل يجوز الاستغفار؟ نعم، إذا سلم من النافلة تراويح أو غيرها يستغفر، يستغفر بعدها ويذكر الله عز وجل. نعم، لأنه أثر عبادة، وأثر العبادة تتبع بالاستغفار. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرع في من يشتغل مع رجل لا يصلي ولا يصوم ولكنه
له مشاريع في إفطار الصائم وغيرها من الأعمال الخير. أفتونا جزاكم الله خير. إذا كان لا يصوم ولا يصلي فإفطاره الصائم باطل ولا له أجر فيه، ما له أجر فيه، ولا تشتغل عنده، اشتغل عند المسلمين، والأعمال التي عند المسلمين كثيرة ولله الحمد، يغنيك الله عن هذا الكافر. نعم، لا تصاحبه. نعم. يقول السائل: خرجت لأداء عمرة على والدتي من التنعيم، ولما كنت في الطواف من يوم الجمعة لم أستطع لمرضي بالقلب، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنك تؤدي العمرة، أنت لما أحرمت لزمتك العمرة، فإحرامك باق عليك إلى الآن، عليك أن تبادر وتطوف وتسعى وتقصر من رأسك وتكمل العمرة. نعم. يقول السائل: نعم. يقول السائل يوضح السؤال، يقول: قد تحلل بعد هذا ما تحلل، ولو تحلل الإحرام باق عليه، ما يتحلل إلا إذا أدى المناسك، يعيد الملابس، يعيد ملابس الإحرام، يعيدها عليه كما كانت ويؤدي العمر. نعم. يقول السائل: ما عليه شيء لأنه جاهل، بس يبادر بإعادة ملابس الإحرام، يتجنب محظورات الإحرام ويؤدي العمرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: خارج المسجد يوجد نعال لأصحابها ترمى في الشاحنات الأوساخ، هل يجوز الإنسان أن يأخذ نعلا إذا فقد نعله؟ يغنيه الله عن نعال الناس، يغنيه الله عن نعال الناس، يشتري له نعال ولا يبحث عن نعال ولا يأخذ من نعال الناس. نعم. يقول: وهل قبل تكبيرة الإحرام يضع الشخص يده على صدره أو يسدلها؟ نعم. هل قبل تكبيرة الإحرام يضع الشخص يده على صدره أو يسدلها؟ كيف يضع؟ ما دخل في الصلاة، إذا ما كبر للإحرام ما دخل في الصلاة، لماذا يضع يده على صدره وما دخل في الصلاة؟ وضع اليدين على الصدر بعد تكبيرة الإحرام إذا دخل في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.